وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الأخ الكريم اللي سقساينا حكم لعب الكرة، فالأصل في الأشياء والإباحة، إلا أن مشاهدة كرة القدم والنزول إلى الملعب وممارسة عملية الرياضة كرة القدم يعني الأصل فيها الإباحة، ولكنها يكتنفها مجموعة من المحاذير والمناهي الشرعية. فإن كان لعب الكرة كرة القدم ومشاهدة كرة القدم إن كانت تحت الضوابط الشرعية فالأصل هو الجواز، لكن إذا كانت مصحوبة ببعض المناهي الشرعية فمحرمة، وعليه ينبني حكم أخذ الأجرة لمحترف عند فريق في كرة القدم. اللاعب اللي طمزن الراتب الشهري غدار يعني الجمعيات كرة القدم إلى آخره، سكن شهريا، سكن شهريا مثلا، يجوز أم لا يجوز؟ سبقا قلنا إنه يجوز، ولكن هذا الجواز أو استلام هذا الراتب الشهري مقابل أو نظير العمل اللي هو كرة القدم يتبع إلى الأصل. فإن كان أصل اللعب مباحا حلالا لا يتطرق إليه يعني لا تتطرق إليه المناهي الشرعية فهو جائز، لكن إن كان يأخذ هذا الراتب الشهري ولكن على حسب نوعية العمل، نوعية اللعب أنها تكتنفها المخالفات الشرعية كما سنبين إن شاء الله، فهذا يعني مال مشبوه وعليه يرد بعض العلماء. زندمت، أولا من شروط اللعب كرة القدم صدر العولة من الدرجة الأولى، وهذا الشرط اللي ستلعبن غويت التبان اللي ستلعبن هاتي إلا قيس كشف العورة وهو الفخذ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفخذ عورة، فخذ الرجل عورة، لأن الرجل له عورتان، عورة مغلظة وهما السوءتان القبول والدبر، والعورة الثانية هي العورة المخففة وهي الفخذ، ففخذ الرجل عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني غطي فخذك فإنه من العورة، فإن الفخذ من العورة، وعليه الشرطة اللي ستلعب نووي إلا نيقو فود، وبالتالي أنه ريستر العورة. الشرط الأول يخصي يلعب، يخصي يلعب سلمي إزار، يعني الشرطة يزري أفود سيزدر. ومما يستشهد له على هذا الباب هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. واشتراط لباس الإزار عند الرجل سواء في الحمام ولا في الملعب، ولا في الملعب فيغطى الغاورنس ما فيه مشكل، يغطى الفخذنس ماشي مشكل. ثم الكرة القدم ألا تشغله عن الصلاة في وقتها لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وريف التزلط غل ميدان الحرب، إذا بلغت القلوب الحناجر والتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم، هذا في باب القتال، فكيف بباب يعني اللعب؟ ثالثا أيضا أو يشغل اللعبات إدمان الكرة القدم الإنسان عن واجباته الدينية والدنيوية كالنفقة على العيال، كمراقبة الأهل، كالمحافظة على الصلاة، كصلة الرحيم، كبر الوالدين. كذلك ألا يكون هذا النوع من الألعاب يثير النعرات الجاهلية كالحزازات النفسية وغيرها، وهذا ما حصل، فريق مع فريق. ثم ألا يحتوي على التحريش، لأن الإسلام والشرع نهى عن التحريش بين الحيوانات، فكيف بمن بين الناس؟ فالمسائل التي غلنت ما في مشكل، لكن طرقنت المحاذير والمناهي الشرعية إلى المسائل فهي ممنوعة. وعلي بني حكم الراتب، فالراتب شهري الإنسان اللي هو محترف غل ميدان الكرة القدم ولا يعني تزلا ولا ميروس نمايا وريق قمار، وثانيا اللي تلعب الضوابط الشرعية اللي سنة
وراي تضيع الوقت نس. الأصل والإباحة، لأن تدبير البدن أمر مطلوب. تكوين الجيل.